small. Therefore, the community or International Security Council, what would be? Still protesting. We are able to face those people who are. لقيت اللحظة لم تتم السلام الشامل الكامل في السودان لذلك الأسباب كنا نرفض فيه خروج بئسة اليونيميت عشان يكون في خروج بئسة اليونيميت فلا بد من يكون في سلام شامل كامل لكل السودانيين ويكون في نزع سلاح الجنجويد ويكون في محاكمة كل من ارتكب جريمة في السودان يتحاكم